تمكنت الفرقه المتعدده متعدده المهام للجمارك باستيل المغير عبر الطريق الوطني رقم ثلاثه تمكنت من احباط نشاط شبكه مختصه في الاتجار ونقل وبيع وتهريب المؤثرات العقليه وكذا توقيف شخصين وحجز 46935 كبسوله كانت مخبأه باحكام في تجاويف مركبتين. التغطيه كانت لعبد العالي رحمه. مواصله للمجهودات المبثوله وفي اطار مكافحه التهريب تمكن افراد الفرقه المتعدده المهام بستيل التابعه لمفتشيه اقسام الجمارك بالواد باقليم اختصاص المديريه الجهويه للجمارك بورقلة في عمليتين متفرقتين من حجز مركبتين مختلفتين ب 46935 قرص مهلوس نوع بريجابالين 300 مليغرام حيث تم توقيف المخالفين وتقديمهم امام الجهات القضائيه المختصه